بسم الله، انا عايز اخلي القطة ده يتحرك عن طريق ان انا احرك الاسهم. فهقول له انا عايز لما ادوس على الزرار دوت اللي هو مثلا السهم الفوق، تمام، عايزك تعمل ايه؟ ممكن اخليه يعمل كذا حاجة. ممكن اقول له اتحرك، تمام، او اقول له موف ان دايركشن، خلي الاتجاه بتاعي لفوق، اتحرك 10 خطوات، تمام. وممكن اخليه يقول مثلا الكلمة say up. طيب يبقى انا كده لو انا هنا قلت له up، طيب هكرر الموضوع دوت، اقول له duplicate خليه داون، وخلي الاتجاه بتاعي لتحت داون، واتحرك 10 خطوات، خليها 100 عشان تبقى ظاهرة معايا، تمام، واكتب لي وقول لي كلمة داون، تمام. يبقى انا كده وانا هنا اقول له داون اب. دوبليكيت، اجي هنا اقول له خليك رايت، رايت يا بقى 90، وهقول له اكتب هنا رايت ار اي جي اتش تي، وبعد كده اقول له دوبليكيت ليفت، خلي دي سالب 90 ليفت. يبقى انا كده هطلع همشي كده كده كده، تمام.